النهارده ومنذ قليل طلق معسكر الاخير قبل بطوله الامم الافريقيه في كوت ديفوار اللي هتنطلق ان شاء الله يوم 13 يناير القادم. كل الناس هتقول كلمه واحده، يا رب ربنا يكرمنا ونتوج بهذا اللقب القاري الافريقي الغائب من 2010، 14 سنه يمكن. ربنا يديله الصحه الكابتن حسن شحاته، هو اخر من توج أو آخر من توج مع بلده مصر كفائزا ببطولة كأس الأمم الأفريقية في 2010، لكن بمشيئة الله عندنا أمل وأمل كبير جدا في هؤلاء اللاعبين ونجومنا المحترفين. محمد صلاح امبارح عندما سئل في سكاي سبورتس على يعني اتقال له إن أنت هتسيب ليفربول وتروح منتخب بلدك منتخب مصر وهذه البطولة، قال لهم أنا الحقيقة من أحلى أيام حياتي ومن أجمل أيام حياتي اللي بكون فيها مع منتخب بلدي، وتشريف لأي لاعب إن هو يكون موجود مع منتخب بلده، وقال أنا بعمل كل حاجة في كرة القدم ولكن نفسي إن أنا أفوز بهذه البطولة. محمد صلاح يستحق الحقيقة مننا إن شاء الله أن يكون كل مصر في ظهره، مش في ظهره فقط، في كل ظهر في ظهر كل منتخبنا القومي بعد هذا التصريح الحقيقة اللي دائما ما كان يدعو للتفاؤل. أنا متفائل جدا جدا بمنتخبنا. محمد نجح امبارح في قيادة ليفربول وفاز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي زي ما حضراتكم عارفين 4-2، عقلية غير طبيعية، أضاع ركلة الجزاء جاب جونين، بعد كده جون ملعوب مع نونيز لاعب نادي ليفربول، وبعدها أيضا بشوية جاب ركلة الجزاء وحطها بمنتهى الجمال. تصدر ليفربول الدوري الإنجليزي وتساوى محمد صلاح مع هالاند في صدارة هداف الدوري، 14 هدف لهالاند و14 هدف لمحمد صلاح. العمل الحقيقة إنجاز كبير جدا.